بيت 7-2 بنبدأ نشوف مع بعض الدرس الأول والثاني في اليونت. عنواننا في اليونت What is going to happen next. What's going to happen next؟ ماذا سوف يحدث بعد ذلك؟ إيه اللي هيحصل بعد كده؟ مديني طبعا حدوتة هنا بعنوان Danger at the old house. Danger at the old house يعني خطر في البيت القديم. يبقى عندي danger بمعنى خطر. و انت قلت بس يصير صفحة كم؟ 72. Old house منزل قديم. تعالوا نشوف الحدوتة بتاعت البيت القديم والخطر اللي موجود فيه ده. On Jack's birthday هنحدد مع بعض حرف الجر on باعتبار ان birthday كل الناس قافلة المايك عندها. لما اقول on Jack's birthday يوم عيد ميلاد جاك. Uncle Ted give him a fishing rod. Uncle Ted الشخصية دهيت او الرجل ده give him اداله او جابله هدية. الهدية بتاعته كانت عبارة عن a fishing rod اللي هي صنارة صيد. الناس اللي لسه بتدخل يلا. Uncle Ted talk Jack and his sister Mary. أخذ الولد اللي اسمه جاك وأخته اللي اسمها ماري to the river للنهر علشان يصطادوا. They fished all day. Fished هنا هي الماضي من fish بمعنى يصطاد. يبقى they fished اصطادوا all day طوال اليوم. But ولكن they didn't see any fish. ما شافوش أي سمك. And none of them, none of them, ولا واحد منهم اللي هما Uncle Ted وJack وMary مفيش حد منهم caught anything, اصطاد أي حاجة. محدش منهم اصطاد ولا سمك. The next day, في اليوم التالي, the weather was cloudy, الجو كان cloudy, مغيم, and dull, وكئيب. The stream looked gray and gloomy. حتى الستريم اللي هو جدول الماء أو النهر الصغير looked gray يعني was gray كان رمادي اللون كده and gloomy ومظلم. It doesn't look so bright today. مين اللي بيقول الكلام ده؟ said Mary sadly وهي حزينة. ماري بتقول it doesn't look so pretty today. الجو النهاردة مش جميل. They set up the rods. جهزوا الرودز بتاعتهم اللي هو السنارة and began fishing وبدأوا الصيد. بعرف ان الفعل begin الماضي منه began وبعد begin او began بيجي للاي ان جي. They began fishing بدأوا الصيد. But still no one اللي هي none. No one اللي هي none. مفيش ولا واحد فيهم caught a single fish اصطاد سمكة حتى وحيدة. I can't understand it. بيقول أنا مش فاهم. هو مين اللي مش فاهم؟ ده أنكل تيد بيقول إيه الحكاية؟ ليه ما فيش سمك هنا؟ The stream النهر ده should be full of fish. ينبغي إنه يكون مليان سمك. This early on in the season في هذا اليوم المبكر في هذا الفصل in the season. I've never known it so empty. يقول أنا ما أعرفش إن هو هيكون فاضي كده. هو فاضي ليه؟ Jack looked upstream. Jack بينظر upstream قلنا عكس التيار أو ضد التيار. In the distance على مسافة he saw an old building. He saw رأى أو شاف old building مبنى قديم. It was built across the water. كان مبني عبر أو خلال المية. What is that building? He asked. بيسأل Uncle Ted بيقول له هو إيه المبنى ده؟ What is that building? قال له it was a ruin. It was a ruin عبارة عن بقايا أو حطام until a few months ago حتى القليل من الأشهر الماضية. ده كان بيت قديم بقاله فترة متروك
لحد فترة قليلة أو عدد قليل من الشهور. said Uncle Ted. Nobody ever went there. Nobody ever went there. ما فيش حد بيروح هناك. But then a man called Sid Scrub. فيه راجل اسمه يسمى Sid Scrub. And his brother Harry. وأخوه اللي اسمه هاري. Bought it. يبقى الراجل اللي هو Sid Scrub وهاري أخوه. Bought this house. اشتروا البيت ده. Now it's a small factory. ودلوقتي هم عاملينه مصنع صغير. Where material is hand dyed. حيث ان المواد الخام فيه hand dyed, يعني بتصبغ يدويا. The material is sold. المواد اللي بيتعمل فيه او الخامات اللي بتتصنع في المصنع ده is sold, بيتم بيعها, بتباع. To make clothes, عشان يعملوا منها الملابس. And table cloths, وكمان مفارش الترابيزات. Lots of people, اللي هي a lot of people, work at the factory, بيعملوا في هذا المصنع. But they say that, الناس بيقولوا ان Sid Scrub, الراجل اللي اسمه Sid Scrub اللي هو صاحب المصنع ده, and his brother واخوه are not very nice, ليسوا بجيدين, الناس مش كويسة. They have bad tempers. They have bad tempers. سلوكهم سيء. أخلاقهم مش كويسة. Jack looked at the building through his binoculars. بيبص جاك على البيت ده من خلال المنظار اللي معاه. وعند كلمة binoculars زي glasses كده بتعمل معاملة الجمع. It looked like an interesting place. البيت من بعيد كده شكله وكأنه interesting place, يعني مكان شيق أو ممتع. Can Mary and I go and have a look? يا عمو تيد, ممكن أروح أنا وماري نبص بص على البيت ده؟ Can Mary and I go and have a look? ممكن نروح نلقي نظرة على هذا المنزل؟ فرد العم تيد وقال I don't know about that. ما أعرفش. said Uncle Ted, you don't want to bump into, said Scrub. You don't want, المفروض ان انت واختك مش المفروض انكم تصطدموا بالراجل اللي اسمه Sid Scrub, مش لازم يشوفكم. Do you? You don't want, وختم لي الجملة بdo you. You don't وdo you. العلاقة ما بين الجملة دي والسؤال اللي هنا ان ده بسميه سؤال مزيل, اللي هو بكونه في نهاية الجملة باستخدام الفعل المساعد نفسه اللي موجود في الجملة. اصل الجملة عندي don't فعملت هنا do, والفعل اللي عندي you فاستخدمت الضمير you, وبترجم هنا السؤال المزيل بمعنى أليس كذلك. You don't want to bump into Sid Scrub. المفروض انكم ما تصطدموش بالراجل ده. Do you? أليس كذلك؟ مش كده؟ فردت هنا ماري وقالت We'll be very careful. سوف نكون حذرين. مش هنخليه شفنا. We'll be very careful. Uncle Ted thought for a moment. فكر العم تيد للحظة كده. قال لهم All right. وهو كذلك. He said. But you must not, you mustn't go too near the building. يجب ألا تقتربوا, ما تقربوش قوي من المبنى ده. You mustn't go too near the building. Do you promise? هل توعدوني؟ اوعدوني بكده؟ قالوا لي yes, we promise, said Jack and Mary. نوعدك طبعا ان احنا مش هنقرب من البيلدينج ده. They set off, معناها started أو began. They set off along the bank, يعني بدأوا رحلتهم عبر أو من خلال البنك اللي هي ضفة النهر أو ضفة النيل هنا. Towards the old building, متجهين ناحية المبنى القديم. As they got closer, باقترابهم من المبنى, they could see, استطاعوا إن هم يشوفوا. It still looked like a ruin, إن لسه البيت زي ما هو ruin, يعني حطام أو بقايا لمنزل قديم. All the windows had wooden boards. كل الشبابيك اللي موجودة في المبنى
had wooden boards عليها ألواح خشبية over them زي ما احنا شايفين هنا في الصورة. There were lots of tiles حتى في كمان tiles اللي هو البلاط missing from the roof مش موجود في السقف. السقف اللي موجود في بلاط منه ناقص كتير. معنى كده ان هو ruin يعني بيت قديم. And weeds grew out of gaps حتى ان في حشائش بتنمو او طلعة out of gaps من الفراغات in the walls اللي موجودة في الجدران. Someone had put barbed wire في شخص ما وضع او حط هنا barbed wire يعني سلك شايك along the top of the fence بطول السور اللي موجود. And nailed a large keep out sign. Nailed معناها هنا معناها صمر يعني دق مسامير حط بمسامير لافتة بتقول keep out. A keep out sign يعني لافتة مكتوب عليها keep out ابتعد. To the wall موجودة على الحائط أو الجدار. At the front of the building عند مقدمة أو مدخل المبنى was a gate موجودة بوابة it was locked مغلقة with a heavy padlock بقفل تقيل أو كبير. It's a scary looking place isn't it? It is isn't it? It is isn't it? أليس كذلك؟ المكان ده مخيف مش كده؟ سيد ماري بتقول لأخوها المكان ده مخيف أليس كذلك؟ I don't think I like it very much at all أعتقد إن أنا مش عاجبني المكان ده خالص. They don't want visitors do they? They don't want do they? Don't do they? said Jack. ماري walked carefully ماري بتمشي أو مشت carefully بحذر down to the water's edge عند حافة المية and peered peered قلنا بمعنى looked at carefully بصت بعناية أو حملقت برقت كده under the old building تحت المبنى القديم ده. She saw that رأت إن the water flowed المياه تنساب أو تتدفق underneath معناها under تحت underneath it معناها تحت المبنى أو تحت البيت and through a heavy iron grid وكمان من خلال heavy iron grid شبكة حديدية ثقيلة اللي هي الشبكة دي ده الجريد. She saw that the water flowed underneath it and through a heavy iron grid. The grid looked old. شكل الشبكة الحديد دي قديمة and rusty وشكلها كده مصدي أو مطربة. From there من هناك it flowed into a deep dark pool بتنزل المية دي لبول مستنقع مائي بنقول عليه هنا مظلم وأيضا عميق. Suddenly فجأة she let out a gasp of horror. She let out a gasp of horror معناها اتنهدت كده تنهيدة رعب أو تنفست نفس رعب. Jack, Jack, come quickly. يا جاك تعال بسرعة. Look at this. It's awful. المكان ده مخيف ومرعب. Jack ran over to her. طلع جري عندها. He looked to where she was pointing. بص على المكان اللي هي كانت بتشاور عليه. There في المكان ده trapped معناها محبوس behind the grid خلف الشبكة الحديدية ديت were lots of dead fish كان في سمك كتير ميت. Mary shuddered. Mary shuddered معناها ارتجفت ارتعشت. How terrible يا له من أمر مرعب وفظيع. Those poor fish السمك المسكين ده they are all dead كل السمك ده ميت. Aren't they they are aren't they أليس كذلك؟ What has happened to them إيه اللي حصل للسمك ده
بيجي هنا جاك ويسبر جاك بيهمد جاك ويقول لها اسكتي listen استمعي كده I can hear something أنا سامع حاجة someone is coming this way في حد جاي ناحيتنا جاك بولد ماري سحب ماري جر ماري back against the wall يداره في السور أو الحائط of the house suddenly وفجأة a door opened في باب اتفتح and Jack and Mary heard the men's voices سمعين أصوات لأناس the voices came closer and closer الأصوات قربت منهم أكتر وأكتر زي ما احنا شايفين كده في الصورة I tell you said ما أنا قلت لك يا سيد said a voice في صوت بيقول ليه كابتن سيد اللي هو صاحب المكان ده I saw some kids أنا شفت بعض الأطفال أنا رأيت أطفال فبيرد عليه سيد ويقول له I can't see any kids here أنا مش شايف أطفال هنا يا هاري سيد سيد You must have imagined it أكيد أنت كنت بتتخيل مفيش أطفال هنا ولا حاجة ممكن بيتهيأ لك Don't worry ما تقلقش Everything will be fine كل شيء هيكون تمام Now stop making such a fuss بطل وش بقى ودوشة وتعالى يلا بينا نكمل شغلنا Shut the door اقفل الباب And let's get back to work ويلا بينا على العمل مرة أخرى After the door had banged بعد الباب ما ترزع Jack let out a sigh of relief Jack أخذ نفسه أخذ نفس عميق كده بيدل على الراحة أو الارتياح I don't like this place at all said Mary Mary بتقول أنا مش حابة المكان ده خالص أنا حاسة إن إحنا بيت رعب هنا There is something very bad happening here في حاجة وحشة أو سيئة بتحصل هنا في المكان ده اديني بعد كده الأسئلة الخاصة بالقطعة من كتاب المدرسة بيقول لي هو سيد إت مين اللي قال الكلام ده رايت ذا نيم اكتب لي الاسم ومدينا طبعا الشخصيات الخمسة اللي شفناهم في الحدوتة اللي هي ماري وجاك أخوها وأنكل تيد وسيد سكراب and his brother اللي هو هاري سكراب مين اللي كان بيقول واحنا بنقرا دلوقتي I can't understand it انا مش فاهم ايه اللي حاصل طبعا ده كان انكل تيد انكل تيد هنكتب هنا انكل تيد what is that building ما هذا المبنى جاك ده جاك اللي كان بيسأل السؤال ده الانكل تيد يا عمو تيد هو المبنى ده عبارة عن ايه I don't know about that. أنا مش عارف السبب. السمك راح فين؟ ده أنكل تيد. We'll be very careful. We will be very careful. سوف نكون حذرين. طبعاً ماري and طبعاً جاك. They don't want the visitors. Do they? هم مش عايزين ضيوف هنا. ليس كذلك. ده طبعاً جاك اللي كان بيقول الكلام ده لأخته. They are all dead, aren't they? سمك كله ميت. مش ماري. Somebody is coming this way. Jack. ده جاك اللي كان بيقول الكلام ده لماري. I saw some kids. هاري اللي كان بيقول الكلام ده لأخوه سيد. Everything will be fine. كل شيء هيكون تمام. كل شيء سوف يكون على ما يرام ده كان سيد سكراب I don't like this place at all ده ماري اللي كانت بتقول الكلام ده طبعا أنا في الامتحان ما بيجيليش يقول لي مين اللي كان بيقول ولا مش مين أنا يهمني أكتر طبعا هنا إني أكون فهمت الحوار أو الحدوتة اللي حصل عندي تمام تعالوا لي لجزئية الأسئلة هنا مديني الصورة اللي احنا شفناها وعرفنا حدودتها ومديني مجموعة كلمات اللي كانت عندي في الحفظ وبيقول لي read the adjectives اقرأ الصفات ده وcircle the ones that help to describe the setting واستخدم لي او خد لي دايرة على الصفات اللي بتوصف المنظر اللي قدامك ده المنظر ده أقدر أوصفه وأقول عنه ضل أوه. كئيب أوه.
سنجل؟ لا. لا. طيب جلومي؟ دارك؟ راستي؟ لوكال؟ لا لا. روين؟ روين روين اهو دي التايلز اللي كانت ناقصه من السقف اهي تايلز. ها جراي؟ اولد؟ اولد طبعا. كان في اماكن هنا ديد؟ ديد. انترستنج؟ مفيش. ها بريتي؟ لا ما ينفعش الكلام ده هنا. ترابد؟ السمك اللي كان ترابد محبوس هنا وميت. سكيري؟ ايوه سكيري مخيف. دي كلها صفات توصف المكان اللي عندي هنا. طيب مطلوب مني اعرف فين هو بعد ما شفنا الكلمات. في اكسرسايز عندي في كتاب الورك بوك على اول جزئيه بيقول لي هنا do you remember these abbreviations؟ يعني ايه سير abbreviation؟ اختصار. هي ال N دي اختصار لايه؟ ال V اختصار لايه؟ ال ADJ اختصار و ADV اختصار لايه؟ الاربعه لازم احفظهم، الاربعه لازم اكون حافظهم. ال N هي اختصار لكلمه noun يعني اسم. ال V هوصلها بفيرب ودي معناها فعل. ال ADJ هي اختصار لأدجكتيف، أدجكتيف يعني صفة. الـ ADV اختصار لكلمة أدفيرب، أدفيرب يعني ظرف. يبقى أنا عندي فعل وظرف واسم وصفة. هحفظهم ليه؟ لأن ربما يجي لي في الأسئلة يقول لي الكلمة ده هي مين في الأربعة؟ هي فيرب ولا أدفيرب ولا نون ولا أدجكتيف؟ تعالوا كده يلا نلعب اللعبة دي. بيقول لي the sky was cloudy. cloudy هنا بعتبرها ايه؟ adjective صفة. طب كلمة factory؟ noun. interesting؟ adjective صفة. walked؟ verb. walked verb. quickly؟ adjective. اي ال واي، اي ال واي اسمها ادفيرب. اي ال واي عندك اسمها ادفيرب ظرف. كويكلي دي هنا ادفيرب. فويسز ناون، اصوات ادميه ناون. وير جيتنج فيرب، زمن عنده هو الباست كونتينوس فيرب. يسترداي ادفيرب، adverb اللي هي ظروف الزمان او ظروف المكان. يبقى yesterday هنا adverb. طيب مديني هنا اكسرسايز تاني برضو على الحدوته دي. يقول لي the river doesn't look pretty today. عايزك تطلع من الجمله ده هي adverb. adverb ظرف، الظرف اللي في الجمله دي كلها اسمه today. هنكتب كلمه today. لما اقول they walked towards the old building عايز ناون، عايز ناون. الناون هنا كلمة building مبنى. the gate was locked with a heavy padlock. عايز adjective. هقول له heavy. Jack and Mary heard men's voices. عايز verb. هو heard. تمام. يبقى أول جزئية مطلوبة مني النهاردة في حتة الجرامر الخاصة بالتعريفات ده هي. لازم أبقى عارف يعني إيه noun ويعني إيه verb ويعني إيه adjective ويعني إيه adverb. الجزء الثاني بعد ما عرفنا الكلمات والتعريفات اللي كانت عندي في الحفظ، الناس اللي حفظت، اللي حفظ هيقدر يشتغل الاكسرسايز ده بكل سهولة. مديني كلمة local و die و bank و gap و underneath و imagine. مطلوب مني هنا هوت أكمل التعريفات اللي قدامي زي ما يجي لي في الامتحان في جملة اختياري. يقول لي the empty space between two things. مين في دول كلهم؟ أقول له دي اسمها gap. دي اسمها gap معناها فجوة أو فاصل فراغ. gap number two in a particular area أو from particular area اسمها local.
Number three, to think that something is true when it isn't. بتقول إن الحاجة دي true وهي مش true أساسا. أنت كده imagine. كده imagine. بتتخيل. Under أو below معناها underneath. أسفل أو تحت. The land beside river or stream. الأرض اللي بجوار النهر ده اسمها bank. يعني ضفة النهر. ضفة النهر. To change the color of something. هناك بتغير اللون. بتصبغ اللون. بتصبغ لون تاني جديد. اسمه dye. يصبغ. Dye. يبقى بيجي لي في الامتحان تعريف زي ده. ومطلوب مني اختار كلمة من اربع اختيارات اللي موجودين عندي في جمل الاختيار. نشوف اكسرسايز تاني. برضو من الورك بوك. Underline the verbs from the story. بيقول لي من القصة اللي انت قريتها خد لي خط تحت الفيرب. خط تحت الفيرب. فلو كانت عندنا فلو في القصة. خط تحتها. هي بنك فعل. لا. مش تبعنا. طب بير فعل. خط تحت بير. ها. بامب انتو فعل. يصطدم بي او يقابل صدفة. جاب فعل. لا 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 ده فجوة اسم. ايرن حديد. لا لا شادر. انا شادر يرتجف او يرتعش. جاسب. بين كيلرز. لا لا منظر. لا بروميز. يوعد. عدوا كده الكلمات اللي اخدتوا تحتهم خط. 6 يا 6. 6 جميل قوي. وانا عندي كام جمله هنا؟ 6. كلام مظبوط. يبقى عندي هنا 6 وهنا 6. يلا نوزع ال 6 دول على ال 6 اللي تحت. ها تو تيك ان بريس سادلي with a small sound. دي معناها ايه من الستة اللي احنا اخدناها؟ جاسب. يشهق. To say that you will do something. انت قلت انك هتعمل الحاجة دي. اسمها promise. Promise. بيوعد. To look carefully and slowly at something. Peer. يحملق. يبرق. To move freely and smoothly. Flow. اسمها flow. يتدفق أو ينساب. Flow. To make a small movement of horror. To make a small movement of horror. وإن اسمها shudder. Shudder. اللي هي إيه shudder؟ يرتجف أو يرتعش. حركة سريعة كده من الخوف. يبقى اسمها shudder. To meet someone unexpectedly. كونك بتقابل شخص دون توقع أو دون انتظار. دي اسمها يصطدم بشخص أو يقابل شخص صدفة. اسمها إيه بقى؟ بامب انتو. بامب انتو. بامب انتو. تمام. دي أهم الكلمات اللي عليها امتحان عندنا في الجزئية الأولى. هروح بعد كده مديني اكسرسايز بنكمله مع نفسكم كده في الهوم ورك عشان أروح أوصل لجزئية تانية. جزئية الجرامر. جزئية الجرامر في اليونت ده بنتكلم فيها عن الـ past perfect tense. يعني إيه يصير past perfect tense؟ زمن الماضي التام. يعني إيه ماضي تام؟ يعني ماضي أقدم. ماضي أقدم أو بيسموه الماضي الأسبق. لا هو فيه ماضي وماضي أسبق. قال لي الماضي البسيط وهو المعروف اللي هو التصريف الثاني للفعل. كان في ماضي أقدم منه وسميناه الماضي التام. إذن أنا بتكلم النهاردة عن حدثين أو فعلين حصلوا في الماضي بس فيهم حدث سبق الثاني. فيهم حدث سبق الثاني. الحدث الأولاني ده اسمه ماضي تام. والحدث الثاني اللي حصل بعده
ده اسمه ماضي بسيط. اديني مثال يا سير. انا بقول انا ذاكرت ونمت، ذاكرت ونمت، الحدث الاول هو الايه؟ ده احنا نايمين، ده احنا نايمين، ده احنا نايمين. لما اقول هنا حاسه انا ذاكرت ونمت، ايه اللي حصل الاول؟ ذاكرت، المذاكره، المذاكره. والحدث الثاني النوم. يعني اقدر اقول بعد ما بعد ما ذاكرت انا نمت، بعد ما ذاكرت انا نمت. طيب هي بعد يعني ايه في الانجليزي؟ افطر يا سيد. اقول له افطر اي ستدي ولا ستاديينج ولا ستاديد ولا هاد ستاديد؟ افطر اي هاد ستاديد. يعني انت عايز تقول لي لو عندي افطر اختار بعدها هاد والبيبي؟ هاد والبيبي، هاد والتصريف الثالث. بعد مين؟ بعد افطر او وين؟ بعد افطر او وين؟ يبقى بعد افطر. او القاعده الثانيه اللي اسمها وين، هستخدم هاد ثم تصريف ثالث اللي هو اسم الماضي التام، والجمله الثانيه تكون ماضي بسيط. يبقى افطر اي هاد ستاديد، بعد ما ذاكرت اي سليبت، انا نمت. تعال نشوف بقى ونطبق على الجمله اللي قدامي. بيقول لي ذا تشيلدرن فيشد فور ا وايل، اصطادوا لفتره. زين زي وينت فور ا ووك، وبعد كده راحوا يتمشوا. يبقى هقول له after the children had fished، بعد ما اصطادوا they went for a walk، قاموا يتمشوا. بعد ما اصطادوا قاموا يتمشوا. طب يا سير هي after و when مش ممكن تيجي في نص الكلام؟ ممكن تيجي في النص عادي خالص، عشان اقول له they went for a walk after they had fished. يعني سواء after في الاول او في النص بيجي لي بعدها الهاد والبيبي. هاد والبيبي اللي هو الباست بيرفكت، الماضي التام. سواء افطر في الاول او افطر في النص يجي لي بعدها مباشره هاد وتصريف ثالث، هاد وتصريف ثالث، ويكون الزمن الاخر ماضي بسيط يعني تصريف ثاني للفعل. تعال نشوف اهو. بيقول لي هنا مطلوب منك بس تقول لي what happened the first what happened the second، قول لي ايه اللي حصل الاول وايه اللي حصل الثاني. طبعا في الامتحان ما بيجيش يقول لي كده، ما بيقوليش في الامتحان مين اللي جه الاول ومين اللي جه الثاني، ولكن هو عايز يفهمني واحده واحده. number the underlined verbs، بيقول لي رقم الافعال دي. يبقى كل فعل فيه had هيبقى number ايه؟ one. برافو. يبقى after the men had bought they used، had bought دي تبقى one ولا two؟ one. وهنا two. وهنا two. وهنا two. وهنا two. أيوة كده. وهنا one. لأن after جت فين؟ النص. النص. ها. when the door had banged One. Let out two. Two. Felt two. Two. Had gone one. Ran two. Had left one. Had left one. سواء عندي when أو after بعدها had وتصريف ثالث. when او افطر بعدها هاد وتصريف ثالث اللي هو بيديني زمن الباست بيرفكت تنس الماضي التام. اهو بيقول له هو ذا باست بيرفكت تنس هو عباره عن هاد بلس البي بي، تمام. وده بيوضح طبعا وجود حدثين الاثنين حصلوا في الماضي ولكن فيهم حدث سبق الاخر، كان الحدث الاقدم اسمه باست بيرفكت والحدث الأحدث أو الأجدد شوية كان اسمه باست سيمبل. زي ما أقول هي هاد بوت ذا بيلدينج، هو اشترى المبنى. زي هادنت سين ذا ديد فيش،
هم ما شافوش السمك الميت تمام. بيقول لي من الكلمات تدل على الزمن ده افتر او وين. الناس اللي فتح المايك تقفله. اديني افتر او وين دولت الكلمات تدل على الزمن. اقدر يا سير اضيف معهم بيفور. ايوة نقدر نحط معهم بيفور باعتبار ان بيفور عكس مين. عكس افتر. يبقى انا لو قلت بيفور هقول بيفور ماضي بسيط ثم ماضي تام. بيفور ماضي بسيط ثم ماضي تام عكس افتر. عكس افتر. لو حبيت اكون سؤال في الماضي التام هقدم هاد فاعل تصريف تالت. هاد فاعل تصريف تالت تمام. يبقى لما اجي اكون هنا سؤال في الماضي التام هقول وات هاد هي بوت. ماذا قد اشترى. هو اشترى ايه قبل كده. يقول لي افتر افتر او وين بستخدم بعدها الباست بيرفكت اللي هو هاد وتصريف تالت. والزمن التاني بيكون ماضي بسيط زي ما قلنا افتر زمان او ذا من هاد بوت ذا بيلدينج زي يوزد ات از ا فاكتوري. بعد الناس ما اشتروا المبنى استخدموه كمصنع. بعد ما اشتروا عملوه مصنع. When the door had banged لما الباب اترزع او اتقفل. Jack let out a sigh اتنهد تنهيدت خلاص وراحة تمام. لما اجي اقول هنا هوت لو افتر او وين. لو افتر او وين جات لي في النص برضو اللي بعدهم هو اللي بعدهم سواء في الاول او في النص. يعني بعدهم جملة الماضي التام اللي هو عبارة عن had بلص البي بي. البي بي بيقول لي الحاجة اللي حصلت فيرست دي اسمها باست بيرفكت ماضي تام. اما الحاجة اللي حصلت سكند دي بسميها باست سيمبل يعني ماضي بسيط. عايز يقول لي ان افتر هي as soon as هي as soon as بمجرد ان. هي وين التلاتة بستخدم بعدهم باست بيرفكت ثم باست سيمبل يعني هادو تصريف تالت ثم الماضي البسيط. عكس الكلام ده before او by the time. before او by the time. انا اللي يهمني after و when هم دول اللي عندي في كتاب المدرسة. بقيت الحاجات او الكلمات الزيادة ديت بس يعني كمعلومة اسرائية لك انت زيادة لك انت. لكن الاساس بتاعي after و when. after و when اللي يجي لي بعدهم ماضي تام ثم ماضي بسيط. هحل الاكسرسايز اللي موجود على افتر ووين اللي هو موجود معانا ده هو اخرنا 84 تمام. تمام يا سير. تمام يا سير. في حاجة مش مفهومة؟ لا. طبعا 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 لازم لازم نقدر اهميه البي بي بقى.